بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي نبدأ وعلي نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. نبدأ مع بداية شوطنا الخامس لنتابع معكم منافسات سن الحيل وانطلاقات الكبار ومسافة 8 كيلومترات. لنبدأ بالنداء مع أول المراكز لنتابع الجازي على المركز الأول، مبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري على أول المراكز. المركز الثاني وتابع معكم الدانة على ثاني المراكز، علي بن حسين بن علي السادة يقدم لنا شعاره على ثاني تحديات. المركز الثالث وتابع بشاير محمد بن سلطان بن سعيد المالكي. والمركز الرابع رابع التحديات وصلت منصة سالم بن ضعيف بن حمد الاكتبي يقدم لنا منصة على المركز الرابع. المركز الخامس وصول شعار بن مرخان على خامس المراكز مع بداية سعيد بن سلطان بن عبيد بن مطر بن مرخان الاكتبي على المركز الخامس، ومع ختام ندائنا الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذه الانطلاقة. نعود بحضراتكم إلى أول المراكز لنتابع معكم مجريات المقدمة، انطلاقة الصدارة والقيادة، قيادة مجريات الشوط الجازي تحمل شعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني وتابع الدانة على ثاني التحديات، هذه الدانة الثمينة الغالية المنطلقة اللي تسللت إلى أول المراكز تحمل الرقم واحد وتبحث عن الرقم واحد بانطلاقتها على اول المراكز. تعود الملكية لعلي بن حسين بن علي السادة. المركز الثاني اللي غيرت ايضا الى مجريات اول المراكز وتغير مجريات الشوط بانطلاقتها تحضر معنا بشاير، بشاير الخير تنطلق على المركز الاول محمد بن سلطان بن سعيد المالكي لتغير مجريات الشوط، وايضا قادم من السلطنة للانطلاق على ارضية ميدان التحدي يحمل هذا الشعار شعار يا ابناء السلطنة وقادم من ميدان الأبيض بحضوره المميز والغوي يبحث عن سيارة هذا الشوط. إذا السيارة المقدمة من اللجنة تيوتا لاند كلوزر دي اكس ار هي الجائزة الغالية الثمينة في هذا المهرجان الغالي في مهرجان الأمير الوالد بحضور الشعارات في ملتقى الشعارات الأخوية لدول مجلس التعاون على أرضية ميدان الشحانية. المركز الثاني وتابع الدانة علي بن حسين بن علي السادة يقدم لنا شعار أحد أبناء الشحانية حاضر بهذه الانطلاقة وبهذه المنافسة. المركز الثالث من الجانب الأيمن وتابع معكم شعار أيضا الاكتبي اللي بدأ يتسلل بهذه اللحظات بتقدم منصة لسالم بن ضعيب بن حمد الاكتبي يتواجد شعاره يتسلل بدور المركز الثاني لتاتي ايضا الدانة على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع حاملة الرقم 24 وصلت شودة عبد الرحمن بن مقبل المطيري يقدم لنا شعاره على انطلاقة المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الايمن خامس التحديات التواجد من قبل الشرود راشد بن محمد بن مبارك الخيل يقدم لنا شعار يتخيل المنافسة وطعم الناموس بالانطلاق مع تواجد الشرود اللي تثبت الوجود بانطلاقتها بالنداء مع الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتنافسة. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى لمسيرة هذه الانطلاقة. لنعود بحضراتكم إلى أول المراكز لنتابع معكم مجريات المقدمة، أبناء السلطنة مسيطرين على مجريات المركز الأول بانطلاقة وتواجد بشاير محمد بن سلطان بن سعيد المالكي. والمركز الثاني التواجد من منصة سالم بن ضعيب بن حمد الاكتبي يقدم لنا شعاره بانطلاقة
بانطلاقة ثاني التحديات، يبي يكيف ضعيف بانطلاقة هذا الشوط، يبالى نقطة صباحية مميزة مع الكبار ومع أيضا منافسات الكبار. المركز الثالث أتابع الدالة مع السادة الحاضر والمنطلق مع هذا الشعار علي بن حسين بن علي السادة ليتواجد شعاره على ظهر الدانة بانطلاق الثالث التحديات. المركز الرابع أتابع على رابع المراكز الشرود لراشد بن محمد بن مبارك الخيلي بانطلاقة الشرود اللي بدأت تستلم رابع التحديات لتتابع مسيرة بالمنافسة مع الأسماء المتقدمة. المركز الخامس أتابع معكم شودة عبد الرحمن بن مقبل المطير يقدم لنا شودة بانطلاقة خامس التحديات. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى وخلف الخمس أتابع معكم سيل جارف من الحيل اللي وصلت بهذه اللحظات تتابعها على الكادر الأسفل من شاشات قناة الريان الفضائية مع مخرجنا المميز علي بن محمد بوشارب من يتابع أيضا هذه الانطلاقات الجميلة ويرصد لنا أيضا هذه الشعارات الحاضرة والزاهية بانطلاقتها الكثيرة والمتواجدة بتحديات على أرضية ميدان التحدي. نعود بحضراتكم إلى مجريات الشوط لنتابع معكم انطلاقة الصدارة، انطلاقة المقدمة، الإثارة والبحث عن السيارة في مجريات هذا الشوط. لنتابع مجريات أول المراكز، تغيرت أمور الصدارة، سحب البساط من تحت أقدام بشاير لتنطلق على المركز الأول منصة الناصية نحو الناموس بانطلاقتها على أول المراكز، ومع المقدمة لسالم بن ضعيف بن حمد الاكتبي على المركز الأول. المركز الثاني بشاير محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يقدم لنا شعاره على ثاني التحديات لتبدأ بشاير بالحوار مع منصة في المنافسة الثنائية الجميلة مع الضيوف الأعزاء القادمين على أرضية ميدان التحدي. هنالك بن ضعيف غادم من دولة الإمارات، وهنالك أيضا المالكي يقدم لنا هذا الشعار وقادم من السلطنة لحضور المنافسة ليتسلطن على ناموس هذا الشوط بانطلاقة بشاير. المركز الثالث أبناء الشحانية حاضرين بالمنافسة مع انطلاقة الدانة، علي بن حسين بن علي السادة يتواجد أيضا شعاره بانطلاقة ثالث التحديات. المركز الرابع رابع الأسماء أتابع معكم انطلاقة الشرود تحمش على راشد بن محمد بن مبارك الخيلي، والمركز الخامس مع المطيري خامس التحديات. هذا قادم من المملكة العربية السعودية مقدما لنا شودة اللي تعزف الأنشودة بانطلاقتها. مرحبا طير الفرح والشوق غنى شودة اللي تعزف الأنشودة بانطلاقتها. عبد الرحمن بن مقبل المطيري يقدم لنا شعاره على خامس التحديات. هذه هي الانطلاقة، هذه هي المسيرة، لنعود إلى الصدارة، لنعود إلى المقدمة، لنتابع معكم مجريات الصدارة. اسمها في غرة التاريخ واو فضل أمير. لنعود إلى الصدارة لنتابع يا السادة مجريات الشوط. زميلي أحمد السادة والمخرج في هذا الصباح من يبدع في الإخراج وفي هذا أيضا النقل المميز. لنعود إلى مجريات الشوط لنتابع منصة لسالم بن ضعيف بن حمد الكتبي ليقدم لنا منصة على المركز الأول. المركز الثاني التواجد من بشاير على ثاني المراكز محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، والمركز الثالث التقدم والتواجد من قبل أيضا انطلاقة وتواجد الدانة علي بن حسين بن علي السادة بانطلاقة ثاني التحديات. المركز الثالث يا سلام وصلت الشروط بدأت تنضم للثلاثية بالانطلاق المميز تحمل أيضا شعار راشد بن محمد بن مبارك الخيلي، والمركز الخامس أتابع أيضا الغدوب والوصول لأول ندى اللي وصلت في هذه اللحظات دمعة للرامز
الرامس بن سعيد بن رامس العامري يقدم لنا هذه الانطلاقة مع خامس التحديات ومع خامس الأسماء برفقة أيضا انطلاقة دمعة شعار بن دري وكذلك شعار المطيري بقدومها المميز بتواجدها الجميل خلف النداء مع تجاوز لافتة 1500 متر عن الناموس وعن التتويج لنعود إلى الصدارة لنعود إلى المقدمة لنتابع المركز الأول المركز الأول بتواجد منصة منصة على الصدارة منصة على المقدمة بانطلاقة أول المراكز سالم بن ضعيف بن حمد الاكتب يقدم لنا شعاره مع المركز الأول ليكيف بالناموس بن ضعيف على الانطلاق الأول على القيادة والريادة لكن المركز الثاني خطيرين بن السلطنة على ثاني التحديات مع انطلاقة بشاير محمد بن سلطان بن سعيد المالكي مع انطلاقة ثاني التحديات ليعلن تواجده مع ثاني المراكز ليعلن أيضا حضور شعار ابن السلطنة مع أبو سلطان في هذه الانطلاقة دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير دخلنا أجواء هذا الكيلو الخطير بانطلاقاته المميزة الدانة قادمة وصلت الدانة علي بن حسين بن علي السادة على انطلاقة ثاني التحديات لتبدأ المنافسة بهذه الانطلاقة مع هذه الثلاثية الجميلة ومع دخولنا لبوابات الحزام الأخضر لتنطلق الدانة هذه الدانة الثمينة لتحظى بالناموس بالتتويج مع السادة السادة ذي أمور متجهة نحو الناموس نحو التتويج نحو السيارة مع الإثارة تنطلق الدانة مع المركز الأول هذه اللي ما ذاقت طعم الهزيمة في هذا الموسم أيضا صاحبة نقطة في سباق المحلي الثامن وتكرر هذه الإنجازات بحضورها المميز بانطلاقتها الجميلة راقب الدانة وتابع الدانة ارصد لنا يا مخرج السباق أحمد السادة انطلاقة شعار علي بن حسين بن علي السادة مع المركز الأول وانتزاع لسيارة هذا الشوط إذا ارصد لنا يا السادة سيناقة أيضا بن السادة مع المركز الأول لانتزاع لسيارة هذا الشوط المركز الثاني وصلت منصة متمني لها السلام لسالم بن ضعيف بن حمد الكتيب المركز الثالث كان الوصول من قبل لحظة لمبارك محمد بن نصرة العامري المركز الرابع كان الوصول من انذار لناصر محمد بن زايد مخلفان المنصور المركز الخامس شودة لعبد الرحمن بن مقبل بن رميح المطيري نهني أيضا على هذا الفوز المستحق نذهب بحضراتكم للتوقيت الزمني لنتابع معكم لحظة وصول الدانة من انتزعت سيارة هذا الشوط توقيتها الزمني 12 دقيقة 34 ثانية 5 أجزاء من الثانية تم تبرك علي بن حسين بن علي السادة على هذا الفوز المستحق المركز الثاني كان الوصول من قبل منصة توقيتها الزمني 12 دقيقة 30 ثانية 12 دقيقة 36 ثانية بدون أي جزء من الثانية تانو التبريكات نزف ولي مالك منصة سالم بن ضعيف بن حمد الاكتبي المركز الثالث 12 دقيقة 40 ثانية 5 أجزاء من الثانية التانو التبريكات لمالك لحظة مبارك بن محمد بن نصرة العامري شكرا أستاذ على موافاته في التوقيتات الزمنية شوط